إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وسار على سنته الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم، وسار عليها الموفقون من أهل السنة والجماعة. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب الذي يعرض فيه شيخ الإسلام ابن تيمية عقيدة أهل السنة والجماعة، وما هي طريقتهم التي أجمعوا عليها وسار عليها أهل القرون المفضلة، الذي قال عنهم الرسول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية استخلص هذه العقيدة التي سماها العقيدة الواسطية، استخلصها من القرآن والسنة والإجماعات التي سار عليها الصحابة، وذكر فيها مسائل هي العقيدة الصحيحة. وكان قد ذكر ما هو منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا قد مر معنا في الدرس الماضي، وما هي طريقتهم التي يسيرون عليها. ثم قال في هذه العقيدة: ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذه العقيدة الصحيحة هي التي بها النجاة، ولهذا أي شخص يشكك في هذه العقيدة فإنه لا يؤتمن. ولذلك ناقش الشارح لهذه العقيدة، وهو فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، ناقش مقولة يقولها بعض العصريين، وهي أنهم يقولون إننا نحتاج إلى عقيدة سلفية وإلى مواجهة عصرية. يقولون إننا نحتاج إلى عقيدة سلفية وإلى مواجهة عصرية. ثم بين أن الحاجة إلى عقيدة سلفية هذا أمر مسلم، لكن مواجهة عصرية فإن هذا
كلام مجمل، وقد يختلط حقه بباطله. ثم قال: إن كان يريدون الوسائل المتعلقة بنشر العقيدة من الوسائل التي حدثت المباحة مثل الشريط والكتاب ونحو ذلك، فلا حرج في أخذ هذه الوسائل. وإن كان يريدون وسائل مبتدعة أو وسائل محرمة فإن هذا كلام لا يصح. وإن كان من تلك الوسائل مثلا وسائل يخرجون بها على ولاة الأمر، أو يحدثون فتنة، أو يحدثون تشويش، أو نحو ذلك مما تعمله الديمقراطيات المعاصرة، فإن هذا لا يقبل البتة. وإن الحاجة إلى عقيدة سلفية أيضاً بحاجة إلى تطبيق سلفي، فإن السلف وأهل السنة والجماعة طبقوا هذه العقيدة وبوسائل مباحة وبوسائل شرعية، ولهذا لا يقبل من أحد يأتي بطريقة على غير طريقتهم إلا وترد هذه الطريقة. وهو ذكر الفرق المبتدعة التي جاءت بطرائق غير صحيحة، جاءت بطرائق غير صحيحة، وذكر الذين يعتمدون على مجرد العقول، وضرب مثلاً بالعقلانية الأولى التي غلا فيها المعتزلة، وهو أنهم يعرضون كل شيء على عقولهم، وما رأوه موافق للعقل أخذوا به، فرد هذه الطريقة العقلانية التي تسير على منهج أهل الاعتزال. وأيضاً ذكر طريقة الخوارج، وهم الذين يغيرون المنكر بالسيف بناء على معتقدهم بأن مرتكب الكبائر يكفرون بها ويكفرون مرتكب الكبيرة، ولهذا فإن طريقتهم مردودة عليهم. وسار على طريقتهم الخوارج قديماً وحديثاً، وسار على طريقتهم أيضاً المعتزلة، فإن المعتزلة يكفرون مرتكب الكبيرة. الشاهد في الأمر أن النجاة هو التزام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يسير العبد على طريقتهم في نشرها وعرضها. وشرح معنى الدين النصيحة، فذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: ويدينون بالنصيحة للأمة. قال: الدينونة يعني التعبد، التعبد بكذا هو الدينونة، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة، يعني يتقربون إلى الله بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لله هو بإخلاص الدين له سبحانه، إخلاص الدين له. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هو بمتابعة سنته وترك البدع، والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والنصيحة لأئمة المسلمين هي بطاعتهم في غير المعصية، هي بطاعتهم في غير المعصية.
وبترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين هي بالسعي في إرشادهم للحق ومحبة الخير لهم، والسعي فيما يصلحهم، والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين، وتشمل فروعه، وتشمل التوحيد، وتشمل النصيحة، وتشمل المعاملات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فجعل الدين محصوراً في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله عز وجل، وإخلاص العمل لله يتضمن أن يخلص العبد المتابعة، ويخلص اتباع الكتاب، ويكون دائناً بالطاعة وبمحبة الخير للأمة. فالنصح هو خالص الشيء، فيقال هذا شيء نصيح، يعني خالص لم تشبه شائبة. والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب تلك المحبة شائبة. وقد قال شيخ الإسلام هنا: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن، أي المؤمن الكامل الإيمان، يعني هذا شأن المؤمن الذي إيمانه كامل، فإنه هو الذي يلتزم بالأوامر ويبتعد عن النواهي. قال: هذا المؤمن كامل الإيمان، أي المؤمن مطلقا كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمن الأولى المراد بها الإيمان المطلق، والثانية المراد بها مطلق الإيمان. يعني فالمؤمن كامل الإيمان للمؤمن الذي معه أصل الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإن كلمة الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة، فإن كملة الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة ويسعون في ذلك ويرشدونها ويصبرون على ما أصابهم، ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم بما يلمزون به، فإنهم يحبونهم وينصحون لهم، إلى آخر ما ذكره في بيان هذه القاعدة العظيمة. وذكر أيضا حديث على هذا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال عن أهل السنة والجماعة: ويأمرون بالصبر عند البلاء، ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. ومن شرح الشيخ لهذه الجمل المفيدة قال: فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت العقيدة الواسطية، وبها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم
أثرت فيهم المتابعة وأثر فيهم الاعتقاد، فهم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وأما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمة، وقالوا إن هذه من قشور الدين. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في المسائل العلمية والمسائل العملية. والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأخلاق، فلذلك هم في السلوك أهل اتباع، وهم أهل اتباع لسبيل المؤمنين ولطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. والفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، فمنهم من لم يهتم بها أصلاً وإنما يهتمون بالأمور الكلية، فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك. ومن جهة حقوق الله عز وجل، وهم لا يهتمون بذلك من جهة حقوق الله تعالى ولا من جهة حقوق الخلق من الواجبات والمستحبات، فهم يفرطون في ذلك كله، وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات، يعني المنهج الذي سلكوه أثر عليهم، فهم أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات، فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى، وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلوب عقداً فتستجيب لها الجوارح فعلاً وسلوكاً وحركة. فالمتكلمون أقسى قلوباً، مع إنهم يثبتون وجود الله بما يثبتونه به، ويثبتون البعث، ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة، ويخالفون فيما يخالفون، ولكنهم ليسوا بذوي زكاء في قلوبهم، يعني ليست قلوبهم فيها تزكية، لأنهم فقدوا الجانب العملي والأخلاقي. ولهذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف أئمتهم: أوتوا ذكاء، يعني في تشقيق الأدلة العقلية ونحو ذلك، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. وهذا واقع الكثيرين منهم، أدخلوا مباحث في الاعتقاد من جهة عقلية بحتة، ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله عز وجل كما ينبغي، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي أذن الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يقصد بذلك أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كتعظيم الله عز وجل، فإن تعظيم الله عز وجل أعلى شاناً، لكن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بما عظمه الله به وبما بلغ هو عن الله عز وجل. وقال هذه الفئة، فئة المتكلمون، والمتكلمون هم الذين خلطوا علم الكلام بعلم العقيدة، يسمون أهل كلام أو المتكلمون أو علم كلام، فإن العقيدة هي المأخوذة صافية من الكتاب والسنة، أما المأخوذة بالقياسات والبراهين العقلية المجردة فهذا هو الذي يسمى علم كلام، وهو الذي عابه العلماء وتكلموا
في ضرره، ومن أشهرهم الإمام الشافعي وغيره، وذكر الفرقة المقابلة لهم وهم الذين أرادوا أن يسيروا على أخلاق لكنها تجاوزت ما أذن به وتجاوزت السنة، وهم المتصوفة. فالصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة، وكان لنشوها أسباب، منها مخالطتهم للنصارى خارج الأمصار، ولذلك لما خالطوا النصارى صاروا يميلون إلى الرهبنة وينعزلون، فلما خالطهم طائفة من جهة المسلمين قلدوهم في ذلك حتى غلوا في جانب الأخلاق، فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح في الأخلاق. تكلم الشيخ هنا في موضوع الصوفية ولماذا سموا الصوفية، وبين أنه نسبة إلى لباسهم الصوف تقليدا للنصارى، وتكلم عن الانحرافات التي عندهم، وتكلم أيضا عن الذين، فهؤلاء دخلوا بالذوق يعني في أعمالهم بما يسمونه الذوق ونحو ذلك، وهم قد انحرفوا في هذا الجانب، وليس هذا موضوع بسط هذا الأمر، ولكنه ذكر أيضا أن المتكلمين والفلاسفة الذين تربوا على كتب اليونان لما ترجمت في أوائل القرن الثالث وأتي بها إلى بلاد المسلمين، وكانت كتب أولئك الفلاسفة فيها الفلسفة، ويسمون الفلسفة بمعنى طلب الحكمة، وهي تارة تكون في العقليات وتارة تكون في الروحانيات. وفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين، ولفلاسفة اليونان تأثير على هاتين الفرقتين، ولذلك أثرت في معتقدات المتكلمين ومعتقدات المتصوفة. والمخرج من ذلك أن يسير العبد في الأخلاق ليس على هذا الزهد المتأثر بالنصرانية، ولكنه يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الملتزم بالأخلاق الإسلامية الصحيحة. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم عظم حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي بعضها، ففي صحيح مسلم من حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: كان خلقه القرآن، يعني أنه يلتزم بالقرآن، فهذا الخلق الذي يسير عليه. فمن سار على غير القرآن فهو ليس على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق وإصلاح العمل والصورة الباطنة المتابعة للظاهر، وإصلاح الصورة الباطنة من مكارم الأخلاق، فنهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في هذا الأمر. قال: والمقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة والجماعة مقصود، وهو من جملة ما تميز به عن غيرهم، فغيرهم في هذا الباب بين جاف وغالي. فإذا الدعوة إلى هذه الأخلاق
هي من خصائص أهل السنة ومن أثر العقيدة على النفس، ومن تمثل العقيدة الصحيحة فهو الصالح، فالصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره، وصلاح باطنه بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة، وظاهره بأن يكون مقيماً لحقوق الله ومقيماً لحقوق الخلق. فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق، فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح، ومن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال في وصفهم: ويأمرون بالصبر عند البلاء. ويأمرون يعني أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء، ويأمرون بذلك لأنه جاء الأمر به. والصبر عند البلاء يشمل صبر القلب وصبر الجوارح، لأن الصبر في اللغة الحبس. تقول: قتل فلان صبرا، يعني حبسا، حبس وربط في شيء حتى قتل، يعني من غير قتال، وهو في الشرع حبس القلب عن التسخط. يعني إذا جاءك بلاء، مرض وفتنة ونحو ذلك وفقر وغير ذلك، فإنك تحبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. هو أن تحبس القلب عن التسخط، وتحبس اللسان عن التشكي، وتحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فإن أهل السنة إذا أتى بلاء فإنهم يصبرون، إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في أهليهم أو في أولادهم من نقص في الأنفس أو نقص في الأموال أو ما شابه ذلك، فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس مستحب فقط، فيحبس القلب عن التسخط على فعل الله عز وجل، ويحبس اللسان عن شكوى الله عز وجل إلى الخلق، وتحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعويل وما شابه ذلك. وجاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين، فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق. فالصبر واجب، والأمر والأجر على البلاء هذا يكون بالصبر، والبلاء في نفسه يكفر السيئات، والصبر عليه يؤجر به العبد. فصار البلاء للمؤمن له جهتان: جهة تكفيره للسيئات، وجهة إثابته على هذا البلاء. فالبلاء يكفر، ولكن الإثابة تكون على الصبر، فإن فقد الصبر هل يقع التكفير أم لا خلاف بين أهل العلم، والظاهر في ذلك أن الصبر لا يشترط لتكفير السيئات بالمصيبة،
بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير للسيئات رحمة من الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا الحديث أخرجه البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني تأتيه مصائب لأنها تكفر عنها السيئات. فالمصيبة يكون الخير للمسلم لا شك إذا صبر عليها، فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات. وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد، يعني كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفي مدارج السالكين تكلم عن منزلة الصبر. ثم قال: وقولهم والشكر عند الرخاء. والشكر عام يدخل فيه عبادات كثيرة، وهو ما يؤمر به العباد، لأن الله عز وجل أمر به في مثل قوله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وكقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وكقوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ونحو ذلك من الآيات. فالشكر مأمور به وهو واجب، والشكر أركانه ثلاثة واجبة كلها. الأول: أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله عز وجل، يقوم في القلب أن النعمة من عند الله عز وجل، فيكون القلب منطويا على أن الفضل من الله عز وجل لا من غيره، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني: التحدث بهذه النعمة، أن تتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. الركن الثالث: استعمالها فيما يجب في حق من أنعم بها، لا فيما يسخطه ويكرهه. وإذا قلنا استعمالها فيما يجب، فإنه يشمل ما أذن به من جهة التغليب، يعني يشمل المباح، يعني يجوز أن يعني استعمالها في المباح يعتبر هذا من الشكر، لأن الله هو الذي أباحه لك. وإلا فالأولى أن يقال استعمالها فيما أذن به، فيدخل فيه المباح، لأن من استعمل نعم الله بالواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر، بخلاف من استعملها في المحرمات. والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب، تعلق بعمل الجوارح، فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح جميعا، بخلاف الحمد، فإن الحمد ليس له تعلق بالعمل لأنه ثناء باللسان، والشكر له تعلق بالعمل، والحمد ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة سواء كان منعما أم غير منعم، فليس الحمد في مقابلة النعمة، بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة، وأما الشكر فهو في مقابلة النعمة. ولهذا قال هنا: والشكر عند الرخاء. فإذا أصاب العبد رخاء شكر، أي يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله عز وجل، ويشكر بلسانه بأن يتحدث بهذه النعمة، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك
فحدث. فلا يكتم نعمة الله عليه ويشكر بعمله بأن يستعملها فيما يأذن المنعم، كما قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: والرضا بمر القضاء. هذا مما ذكره شيخ الإسلام، قال: والرضا بمر القضاء. والرضا مقام من المقامات العظيمة للقلب، والله عز وجل رضي عنه عباده الصالحون، قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما يأتي من الله عز وجل شيء إلا والمؤمن يعلم أنه خير له فيرضى ويسلم فيما يأتيه من الخير وما يأتيه من غيرها. والشكر لا يمكن أن يكون إلا بالرضا، فمرتبة الشكر أرفع، لأن الرضا منطوي تحت الشكر. فكل شاكر راضي، والراضي بالنعمة يشكرها. وهنا في قوله والرضا بمر القضاء تخصيص أحد وجهي الرضا، وهو الرضا عما يصيب العبد، والرضا مختلف عن الصبر، فالصبر حبس، أما الرضا فهو التسليم لهذا واستئناس القلب لها. ولهذا كان الرضا قسمين: الرضا الواجب والرضا المستحب. وأطال جزاه الله خير يعني الشرح في هذا الجانب، ثم ذكر ما ذكره ابن تيمية في قوله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق، بمعنى يأمرون بذلك، وهم يدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق. وقال بعض أهل العلم: عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون منصفا الخلق على نفسك، أن تكون منصفا الخلق على نفسك، وأن تكون مع الخلق على نفسك، يعني إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك، وهذا يجعلك تأخذ لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه، فتكون معهم على نفسك كما جاء في الأثر. وذلك من أخلاق أهل الإيمان، فلا تكون عليهم متسلطة، بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثبتا للحق رادا لما ليس بحق. وأفاض أيضا جزاه الله خيرا في مكارم الأخلاق وطريقة السلف فيها، وذكر الحديث الصحيح عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا رواه البيهقي في الكبرى، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية في الموطأ: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن سعد في الطبقات، وروي بلفظ لأتمم صالح الأخلاق، أخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد. فمكارم الأخلاق كانت موجودة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من الإخلاص، والأخلاق جميعا الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق. وقوله يدعون إلى مكارم الأخلاق يعني يأمرون بكل خلق حسن،
قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال ابن تيمية عليه رحمة الله في العقيدة الواسطية: ويدينون، يعني أن أهل السنة والجماعة يدينون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه داخلا في مكارم الأخلاق، لكنه أفردها بالذكر. ويدينون أو ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمل العظيمة لعلنا نؤخر الكلام عليها إلى الدرس القادم بإذن الله، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.